مدرجات لا تهدأ هنا في ملعب نادي الوحدة لكرة الطائرة ضمن دور رابطة النادي العيدي السنوي، والذي تشارك فيه 6 فرق شعبية تابعة للنادي بنظام المجموعتين. اللافت هذا العام هو الجمهور في مشاركته التي تعزف الألحان وتردد الأهازي الشعبية والغنائية في لوحة معبرة لعشاق كرة الطائرة في مدينة تريم بمحافظة حضرموت. الجماهير اليوم التي رأيناها من حدب وصوب بين برات فرق شعبية في كرة الطائرة، الدوري الذي اعتدنا عليه، يسعد الشباب، لم الشباب في كثير من المسكرات التي انخرط فيها شباب. فأنا أتمنى أن تنظر السلطة المحلية بالوادي إلى هذا النادي، وأنه واجهة من واجهات المديرية. لا ننسى أيضا يعني نادي الوحدة يعني هو الأم يعني، وهم الواجهة للمديرية التريم بشكل عام. فنرجو يعني النظر من القيادات العليا إلى هذا الصرح ويا المنشآت. على مدى 6 أيام تنافس المشاركون في مباريات اتسمت بالحماس والندية للفوز باللقب. وصل فيها للنهائي فريق الاتحاد بالنويدرة مع فريق التحالف بالمحيدرة، حيث تغلب اتحاد النويدرة على نظيره ب3 أشواط مقابل شوطين. طبعا هذا الدوري يعتبر محطة مهمة لاكتشاف المواهب بمديرية تريم، ويعتبر منتزه لأغلب مشجعين اللعبة بالمديرية ويمكن بوادي حضرموت، كون البطولة الرياضية تعتبر مهمة وتظهر مواهب جديدة. حقيقة جمهور هذه اللعبة يتزايد سنة عن سنة. الكل اليوم يقف وقفة رجل واحد، كلنا سند لك اتحاد، جمهور قوة، ندفع كلنا من أجل الاتحاد، ندفع كل شيء ولا الاتحاد، سواء كان إدارة أو لاعبين أو جمهور أو محبين، كلنا اليوم وقفنا وقفة واحدة من أجل اللعيبة هذيل الأبطال. بالرغم من نجاح البطولة السنوية، إلا أن هناك مطالبات واسعة من قبل المهتمين باللعبة للسلطة المحلية في وادي حضرموت لإيجاد ملعب مناسب لكرة الطائرة في نادي الوحدة، أحد الأندية العريقة في المحافظة، حيث لا يتسع المكان للجمهور المتحمس، وهو الأمر الذي اضطرهم للوقوف أو افتراش الأرض، بالإضافة للمطالبة بتعشيب ملعب كرة القدم أسوة ببقية الأندية الرياضية في المحافظة. حداد مساعد، قناة بلقيس، في مدينة تريم.